ما الذي أغضب المفتي قبلان؟ لو قال رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون أو سلفه ميشيل سليمان أو رئيس الشيخ أمير الجميل أو النائب ميشيل معوض أو رئيس التيار جبران باسيل أو كاميل دوري شمعون أو نعمة جورج فرام، حرفيا ما قاله الدكتور سمير جعجع في 1 أيلول لما ثارت ثائرة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان. لو تبنى رواد الاعتدال السني وصقور السنة والتغييريون السنة في مجلس النواب الحالي وخارجه خارطة الطريق نحو الاستحقاق الرئاسي وفق ما ينص عليه الدستور من دون المرور لا في حارة حريك ولا في عين التيني ولا حتى في معراب وبكفية وبكركي، بل في ساحة النجم حصرا لما انطلقت حمم الأحد من بركان سماحة الشيخ. لو قال مروان حميدي ما قاله رئيس القوات بما خص مرجعية الدولة في قرار السلم والحرب وبوجوب عقد جلسة حوار وطني في شأن حرب المساندة الكارثية على لبنان، ولو قال أمين عام الطشنق بحوار حول صيغة جديدة للبنان بعد الرئاسة، ولو قال عبد الله أبو حبيب بنشر الجيش وحده في الجنوب إلى جانب اليونيفيل وفق لمنطوق 1701 لما اتهمهم جملة ومفرقا بخدمة أمريكا وتل أبيب. لو انتقد ملحم خلف رئيس مجلس النواب نبيه بري لما شعر سماحة المفتي بأي انزعاج، ولا اعتبر كلام خلف في صلب اللعبة الديمقراطية، ولما أوصاه بتعلم التاريخ، ولما استذكر سماحته مآثر 6 شباط ومحطات الانقسام. شخصيتان تخرجان سماحة المفتي عن طوره، الأولى البطريرك مربشارة بطرس الراعي في عظاته الأسبوعية متغاضيا عن عظات المتروبوليت الياس عودة التي لا تقل مبدئيه عن عظات راس الكنيسه المارونيه. الشخصيه الثانيه الدكتور سمير جعجع لألف سبب وسبب لا علاقه لها بمضمون كلامه. الارجح ان وقت سماحه المفتي لا يسمح له لا بسماع رئيس حزب القوات اللبنانيه ولا بقراءه المضمون، يرد على التهيؤات بحمله تخوين فيرى ما يريد ويقرا على هواه بلغه خشبيه نخرها سوس الكراهيه. الوظيفة السياسية التي تخدم إسرائيل لا محل لها في هذا البلد، قال سماحته في رده على جعجع مطالبا إياه بالتعلم من دروس التاريخ، كلام عميق ورد في بيان ضليع بالتاريخ والفلسفة والعلوم السياسية. وأضاف كبير الناطقين باسم الثنائي في رده الصريح والمتزن على جعجع حركة أمل وحزب الله أكبر قوة سيادية في هذا البلد، ولولا هذا الثنائي المقاوم لتصهين لبنان منذ التاريخ المشهود لشراكة البعض مع الإسرائيلي الذي احتل لبنان ولم يكن ينقص خطابك أي خطاب جعجع بالأمس وأن تكون على ظهر دبابة إسرائيلية. يفهم بصريح العبارة أن أي لبناني يعترض على حروب الدويلة وخيارات صاحب الدولة المتماهية مع وحدة الساحات وجر الجنوبيين واللبنانيين إلى الدمار والشحار ما هم سوى حفنة من المتصهينين. بصراحة لا أعرف ما الذي أغضب سماحة المفتي المنادي من دون كلل بالشراكة الإسلامية المسيحية الوطنية، أي موقف بالتحديد، أي فقرة، أي جملة، أي كلمة. الرجاء ممن يعرف إعلامنا نحن الجهلاء في تحليل النصوص وفهم خبايا النفوس.